مرحبا بكم. جلال القادري مدرب المنتخب الوطني يكشف اليوم على قائمة ب 23 ملاعب باش يكونوا حاضرين في الزوز مباريات ودية ضد كوريا الجنوبية واليابان أيام 13 و 17 أكتوبر. بالنسبة لحراسة المرمى ثلاثة حراس، أيمن دحمان، الوشير بن سعيد ومعز حسن. في الدفاع محمد دراجر، وجدي كشريد، أيام فاليري، علي معلول، علي العابدي، ياسين مريح، منتصر الطالبي وعلاء غرام. في وسط الميدان ستة ملاعبية، عيسى العيدوني، لياس الصخيري، حمزة رفيعة، حنبع المجبري، وحمد علي بن رمضان وأنيس بن سليمان. في خط الهجوم ستة ملاعبية، إلياس العاشوري، يوسف المساكني، نعيم السليتي، سيف الطيف، عصام الجبالي وهيثم الجويني. زوز مباريات، شنو ينتظر منهم الناخب الوطني؟ شنو الأوبجيكتيف تاع الإطار الفني في المباراة هذه؟ الإجابة عن جلال القادري. هو تحضير، نلعب دو كومبيتيسيون على مستوى عالي، على مستوى الانتنسيتي، مع دي زادفيرسير اللي عندهم معناتها دو كاليبر دو تاي، دي زادفيرسير اللي ان فوتبول تري رابيد. نعرفوا اليوم الكره وين ماشي، وين التطور تاع الكره، خاصه على مستوى السرعه، على مستوى الانتنسيتي. دونك نعرفوا اللي دو ماتش باش يكونوا صعاب برشا حتى تكنيكمون. واحنا المنتخب التونسي الفتره الاخيره يظهر لي تعود على مباريات، وقت ما كناش برشا نشوفوا المنتخب التونسي يلعب مباريات وديه مع المنتخب الجزائري في الجزائر، مع المنتخب المصري في مصر، مع المنتخب البرازيلي. دونك اليوم يظهر لي هي ثقافه جديده، نحبوا نلعبوا مع منافسين اللي عندهم قيمه فنيه كبيره باش ناخذوا اكثر ما يمكن من انسينيمون. النادي الصفاقسي يلعب مقابله وديه العشيه مع 3:30 ضد فريق النصر الليبي في حرم سوسه. في بطولة السعودية، الضمك متقدم 2-0 على الحزم، أيمن دحمان احتياطي في تشكيلة فريق الحزم. الأربع الرياضي يواجه شباب السبعة الاتفاق يلعب ضد الفتح. من المواعيد في الأوروبا ليغ، مع الستة غير بعض، فرايبورت يواجه وستهام، ريال بيتيس، سبارتا براغ، لويان برايتون. الثمانية أكن السويدي، فريق عمر العيوني وعلي يوسف يواجه كاراباك من أذربيجان. في دوري المؤتمر الأوروبي، الثمانية باوك سالونيك اليوناني يواجه انتراخت فرانكفورت، فريق الياس الصخيري. وفي يونيتينا، مع الثمانية يواجه فرنج باروش المجري، فريق محمد علي بالرمضان. كانت هذه ثاني نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت موزايكا فام بونت.